شكرا حمد محمد الزعبي على هذا التواصل. أيها الأخوة الكرام أحييكم مرة أخرى وأمسي على جميع متابعي القنوات الناقلة لهذا الحدث المتواصل. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء ينطلق هذا الشوط الذي يحمل الرقم 15 في هذا المساء للقايا الأبكار. الجائزة ثمينة رصدت، التاريخ ينتظر سعداء الحظ، من هو الفائز، من هو الذي ينتصر بالسيارة، وأيضا يدون في سجل الناموس المركز الأول والصدارة. ومقدمة هذا الشوط هنالك الشايب عبد الله بن ناصر بن راشد بن سالم مع البن حبيبة مع المركز الأول والمركز الثاني. المركز الثاني هنالك تمويل عبد الواحد يتدخل في هذه اللحظات، ولكن الوصول من انهار لجار الله بن صالح بن جار الله بن عقيل مع المركز الان الثاني، والوصول ايضا من ضمن الاسماء المتقدمة. بينما هنالك الوصول ايضا من قبل رسميه راشد بن سعيد بن منانه الكتبي، وهنالك بن صغان خليفه بن علي بن خليفه بن رشيد ايضا خليفه بن علي بن خليفه الرميثي من وصل مع المركز الان الرابع. يا سلام يا سلام، بينما اللحظات الجميله والتحدي هنالك من تمويل عبد الواحد بالخزع بالعثه العامري اللي انتقلت نقله جميله الى مقدمه هذا الشوط، والسيطره ولذا تقتصر للخمس المراكز الجوهرية الذهبية في مقدمة هذا الشوط الرائع والمميز. يا سلام، المركز الأول والصدارة، تمويل يا أبو مبارك، تمويل هنالك مع مقدمة هذا الشوط، مع الصدارة، مع المركز الأول، مع الانتصار، مع القيادة بهذه اللحظات الجميلة والرائعة. وهذه الخطة الثابتة وحبات الرمال تتراقص حبا احتراما لهذه ايضا الخطوات الوافقه مع هذه اللحظات الجميله. عبد الواحد بالخزع العامري هنالك مسيطرا مع المركز الاول، بينما المركز الثاني الله الله بدا شامسي هنالك ضغطه مكثف، ولكن هنالك تسلل ايضا من الجهه الاخرى من ضمن هذه الاسماء. هنالك رسميه يا مالك رسمية مع هذا التألق دائما، وخاصة في هذا الموسم راشد بن سعيد بن منانة الكتوي بن مفتاح من وصل وحلق مبكرا مع هذه التحديات. يا سلام، هنالك مياسة العود، هنالك مياسة الانطلاقات، علي بن راشد بن مفتاح الشامسي يتألق مع القيادة وعلى المركز الرابع. هنالك انهار وتحمل لنا هذه ضفة التحدي بهذه الورود المسائية بهذا اللون العنابي بهذا اللون المميز مع النواميس ومع السجل الذهبي. يا سلام، جار الله بن صالح بن جار الله بن عقيل المري مع المركز الرابع، وبدوري انتقل الى ظبي الفلا مع رمز العطا مع محمد بن مسلم بن سالم بن هيه العامري على المركز الخامس. اذا خمسة اسماء، اذا خمسة شعارات، اذا خمسة الوان رائعة ومميزة على مقدمة الشوط والصدارة. الله 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 الله، مياسة مياسة على المقدمة، مياسة على الصدارة، مياسة مع القوة، علي بن راشد بن مفتاح الشامسي مع هذه القيادة، مع هذه السيطرة، مع هذا الناموس. الله 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 الله، والمركز الثاني هنالك رسمية راشد بن سعيد بن منانة الكتبي مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث هنالك الحضور المميز من قبل انهار جار الله بن صالح بن جار الله بن عقيل المري، وهذه صاحبة الميدان مع هذا التألق لهذا الميدان في يومه الثالث على التوالي بهذا النجاح المستمر لهذه التنظيمات الرائعة. الله الله، بينما المركز الرابع شعار جديد وصل، شعار جديد
اسم هنالك زمايم. الله يا زمايم سعيد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، وشعار البطل العيناوي بدا ينضم هنالك، شعار راعي راهي انضم مع المركز الخامس الان، وصول وتالق من الظبي. عوض بن ظفر بخموشه العامري مع المركز الخامس، يا لها من اسماء قادمه، يا لها من شعارات. ولكن اعود مع الكادر الاول، اعود مع المركز الاول، يا لها من اسماء اهتزت هذه الميادين احتراما لهذه الشعارات القادمه والمميزه. رسميه رسميه رسميه، حضور مميز لرسميه ولتالق لهذا الشعار. الله الله، هنالك التميز وهنالك الابداع مع رسميه. والتهنئه الراشد بن سعيد بن منانه الاكتبي على هذا التحدي. المركز الثاني شعار بن عقيل وكذلك بن مرخان، ووصل الجحافي، ووصل مظفر بن محمد العامري. الله 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 الله، الشوط قوي والتركيز من اللجان يركزون على هذا السيل الجارف. يا سلام يا سلام، الجحافي مع شكره صالح بن محمد بن حميد، الجحافي مع المركز الاول، بينما المركز الثاني ايها الاخوه الكرام رسميه. هنالك التحدي مع راشد بن سعيد بن منانه، والمركز الثالث هنالك ايضا الوصول والتحدي من الظبي. عوض بن مظفر بن خموجه العامري، ولكن خلاص شقراء اللون، شقراء الاداء. سلام سلام يا الابيض، سلام سلام يا الجحافي، سلام على هذا التألق، على هذا الإنجاز. هنالك شقرة صالح بن محمد بن حميد الجحافي، ورسمية مع المركز الثاني رسمية. ولكن خلاص الشوط شوط شقرة. سلام يا السلطنة، سلام سلام يا المضيبي، سلام سلام يا من ينجم السبق، سلام. هذا هو الجحافي، السلامات مع شقرة صالح محمد بن حميد الجحافي. المركز الثاني رسمية، أيضا الوصول لراشد بن سعيد بن منال الكتبي. وفي المركز الثالث فاجأتنا منصور راشد بن سعيد بن احمد بن سيف الرميثي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع هنالك الوصول ايضا من الظبي لعوض بن مظفر بخموش العامري. وفي المركز الخامس، المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الاعزاء، كان الفوز حليفا ايضا احد الاسماء اللامعه مع المركز الخامس، لكن حيل الى اللجنه المختصه. هكذا هكذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، راينا القوه، راينا السلامات والتهاني والشقره. صالح بن محمد بن حميد الجحافي هو بطلا لهذا الشوط، وتوقيت الزمن 7:41 و56 جزءا من الثواني. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني، المركز الثاني كان التالق حليفا لرسميه، والتهنئه للسيد راشد بن سعيد بن منانه الاكتبي. تهانينا له والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. والتوقيت الزمني 7:00 مشاهدينا متابعينا الاعزاء، 42 ثانية و46 جزءا من الثواني. تهانينا له والناموس، بينما من حلت مع المركز الثالث فكان التهاني والناموس ايضا لمالك منصورة. والتهنئة لكلير الرميثي راشد بن سعيد بن احمد بن سيف الرميثي مع الفوز بالمركز الثالث، وتوقيتها الزمني 6:44 و45 جزءا من الثواني. هكذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، الكلمه تتحول للزميل المعلق والشاعر سعيد بن راشد الزرعي والعويسي، وصف لنا هذه القصه القويه.